أضمضا لجد اسم النادي ديالو فريق قديم النادي ويكتبنا شفنا مجموعة الرياضة دائما الرياضة ديال العائشة والطعم الخاص. الظروف اللي جرى فيها السباق حصلتي على المرتبة الأولى على مستوى مدينة العلاج، دخلتي المرتبة الأولى في مسابقة فئة الهوات يعني فئة العمرية يعني السنية يعني جروب داج، يعني بالنسبة لك شنو تكون الظروف يعني هذه المرتبة اللي حصلتي عليها أولا اش كتعني لك بالنسبة لك؟ والحمد لله بعد المرتبة الأولى هذا شيء واحد المجهود واحد التمارين الشاقة اللي خدمنا عام كامل وحنا كندربوا ما كنوقفوش رغم غياب البنية التحتية اللي كتعرف مدينة العلاج، غياب المسبح بالنسبة للمكان اللي كتوفر عليه المدينة، ولكن سوء الحظ مشدود في وجه السكينة ما بغاتش ما حلوا لنا شيء ما فهمناش علاش كتبقى واحد استفهام كبير في روح حنايا في وجه السكينة. أصبح أنا تكلمنا وتكلمنا وعملنا بزاف الشكايات ولكن سوء الحظ ما كاينش واحد مسمع لينا. واش يمكن تقولنا على مستوى المشاركة ديال النادي ديالكم؟ أنتم شنو النادي كتنتمي له ولا اشتركتي بصفة فردية؟ لا ساكن تسميات الجروب عندنا كلوب نيفو ديال العريش. كلوب ديال العريش ديال الطرياتون ديال العريش. أساسيات الطرياتون ولا غاش. صراحة خدموا معنا كيشدونا كيسافروا كيوفروا لنا الظروف ديال السفر. نعم وفي هذه الفئة هذه شحال كان عدد المشاركين؟ العام هذا؟ نعم في هذه المسابقة ديال جروب دارج. تقريبا 200 تقريبا مشارك. على مستوى النادي ديال الطرياتلون العرائش هذه الفئه هذه شحال شاركتوا بها؟ 200 مشارك من ناحيه النساء والرجال. هذا المجموع كامل اللي شاركوا في المسابقه كامل ولكن على مستوى النادي شحال شاركوا؟ تقريبا ما عندكش فكره؟ ولكن 30 واخا يمكن تقولنا الظروف يعني جرى فيها السباق على مستوى المسار لا في السباحه ولا في الجري ولا في الدراجات. بالنسبه لمسار السباحه كان عادي واخا شويه التيار، ولكن المسار ديال السباحه راس الفيلو ديال الدراجه كان خاطئ شي شويه. طريق تكنيك كيعرف بزاف الدراجات بالنسبه للفاري كانوا الفاري من الاسر كان بزاف الفاري شكل خاطر على المتسابقين شي واحد يطاحوا ما كملوا السباق. كنطلبوا الجهه باش شي جلسه مع اللجنه التقنيه وترسوا مع هذا الموضوع قبل ما يبدا السباق. انا هما الموقف يكون دعم خصو يكون دائما اشغل ماشي تيقرر الرياضه مع الاشغال دائما. واش عطاكم شي وعود بان في المستقبل يحسنوا المدار ديال السباق على مستوى باش يساعدكم على المستوى التقني؟ نتمنى يتحركوا يساعدوا نتمنى.